سانتوي نزلوا 3 أطعمة جديدة، ميكسات جدا غريبة يعني. وطبعا احنا بقالنا طبعا فيديوهين ثلاثة جاي بنعمل فيديوهات ميكسات وعصاير والكلام ده يعني، فقلت دول ميكسات حلوة جدا جدا، تعالوا اقول لكم ميكسات عاملة ازاي. مشروب الكمشمش الأسود، يعني مش المشمش، لا الكمشمش الأسود ده شكله. مشروب توت مشكل، توت مشكل وده شكله، أنا شايف أصلا فراولة، مش عارف إيه اللي جاب الفراولة مع التوت بس ما علينا يعني. وفواكه مشكلة وده شكله. كل واحد من دول عامل 6 جنيه، وطبعا مكتوب هنا نسبة عالية من فيتامين سي، نسبة عالية من فيتامين سي. طيب نبدأ مثلا بمشروب الكمشمش الأسود. اللي يعرف أصلا إيه أصلا الكمشمش الأسود ده يكتب لي تحت في الكومنت أصلا، عشان ما أعرفش إيه الكمشمش الأسود ده. لما نشوف يا كمشمش يا أسود، ندوق كده، معرفش هو طعمه حاجة غريبة، عامل زي بالظبط صوص البلو بيري بتاع ماجيك. استنى أوريه له، هو ده صوص ماجيك البلو بيري ده، تقريبا طعمه عامل زيه بالظبط. هات لبن حط عليه بلو بيري وسكر وهيبقى هو ده بالظبط، بس حلو على فكرة عجبني. نشوف الطعم التاني، الطعم التاني فواكه مشكلة برضو، في فيتامين سي برضو. نفتح ونشوف الفواكه المشكلة، بسم الله. اوف طعمه حلو قوي، برتقال وجوافه ومانجا ويصفي تقريبا، انا حاسب ال4 أطعمة دول كلهم في بقي. جامد 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 قوي، مزجني ده، مزجني بصراحه يعني. معظم الناس اللي بتعمل حاجات مشكله زي فواكه مشكله والكلام ده بتحط كده في خلطه بيضه بالصلصه ده، انت تفهمش انت بتشرب ايه اصلا، لكن ده كل فاكهه باينه قوي قوي في بقك. نشوف اللي بالتوت المشكل، توت مشكل مشروب فاكهه، ايه بقى اللي دخل الفراوله هنا؟ انا مش فاهم، هنشوف هل هو توت بالفراوله ولا توت مشكل. انا كده عارف طعم التوت يعني، بسم الله، طعم توت، مفيش فراوله خالص خالص في الحوار، بس في هنا بصوا صوره فراوله، يعني ده توت تمام وده توت تمام، لكن دي فراوله، ده فراوله اهو فراوله، بس يعني كطعم توت حلو على فكره. قول لنا انت بقى تحت في الكومنت لو انت جبت التلاته دول، او لو انت اصلا بتشرب حاجه منهم، ايه احسن واحد من وجهه نظرك؟ انا بصراحه عجبني اللي هو بالفواكه جدا جدا، اللي هو ده فواكه مشكله، عجبني قوي قوي بصراحه ورايق قوي. لو في بقى اي منتجات تانيه عايزنا نجربها اكتب لي تحت في الكومنت ونجيبها ونجربها سوا، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل100,000 في اقرب وقت على فكره، هانت جدا جدا، فيلا بقى نشد حيلنا، وكالعادة دوس يا كوتش، السلام عليكم.